بالنسبه للاقبال شويه الله بدا الاقبال دابا تقريبا على حساب الجائحه اللي كاينه وداكشي الناس باقا شويه كاين تخوف بالنسبه لي زيكول بريفي على حساب التسويه داكشي كاين اللي مازال ما سواوش الحسابات ديالهم مع زيكول بريفي هذا هو اللي باقي شويه تخوف وكاين الناس اللي كيكونوا مسوين الحسابات ديالهم راه كيجيو كيتقدموا يعني كاين اقبال كاين اقبال مي ماشي الاقبال اللي كان شحال هذه على حساب دابا الجائحه كاين نقصي شويه في الاقبال باش بغيت تقول لنا اخر كلمه شنو نقول لك تقريبا شنو نقول لك الله يرفع علينا هذا البلاء والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى الشيء اللي تاني بالنسبه للدخول المدرسي هذا العام هو حاله خاصه فهمتيني دخول استثنائي في ظل هذه الجائحه هذه الناس في الاول كانت متخوفه كان عندهم شك في الدخول المدرسي كيفاش غيكون وفي الشروط ديال الدخول واش غادي يقراو حضوري واش عن بعد ومن بعد ملي بدات كتوضح شويه الامور عاد الناس بدات فهمتيني بدات تخرج تقلب على مقررات ديالها وكل اللي باقي ما تقيتش عاد يلا غيمشي يتقيد اذا عاد غياخذ اللائحه ديال الادوات اللي غادي يتقدا وهذا ودابا يلاه بدات شويش الناس بدات كتخرج بدات كتقلب وبدات باغا تعرف وباغا فهمتيني اش كاين وشنو اللي ما كاينش اما قبل ما كان والو السوق ما كتلقاش فيه كليان نهائيا فهمتيني بالنسبه لاصحاب القروره كيجيبوا السلعه وحطوها وكيتسناو صافي ما كان والو دابا الناس بدات كتعرف اش كاين راه كتقدا شويه بشويه هو ماشي داك الاقبال اللي كان مثلا العام اللي فات او اللي قبل اللي كان معروف في لا هذا العام ناقص بزاف على حساب كورونا ما كاينش شي واحد اللي كيجي يقدر كاين فوا كتقول شي واحد اجي تغلف كيتخلع واش فهمتي ماشي هذا العام وهذاك العام وداك العام وداك العام الاخر واش فهمتي ما قليل اللي كيجي كيغلف حنا ضعنا هذا العام بزاف ما نكذبش عليك حنا موالفين كل عام كنخدموا غير هاد 15 يوم ديال الموسم الدراسي صافي كنتوفروا واحد المبلغ زوين صافي دابا هاد العام قليل اللي كيجي كيغلف انت كتشوف دفتر واحد اللي كيجي يعطيك دفتر اللي كيجي يعطيك جوج كل واحد شنو كيعطيك خويا بالنسبه للرواج لهاد فهمتي ديال هاد فهمتي الدخول المدرسي هاد العام شويه ناقص بزاف لان على حساب هاد فهمتي هاد المرض اللي دابا منتشر ديال الكورونا وداكشي الناس فهمتي متخوفه ما كتبغيش تجي دابا للسوق ربما يكون ازدحام يكون اكتظاظ كتجي الناس بشويه فهمتي الناس كتجي فهمتي بشويه يعني فهمتي كتجي بشويه يعني فهمتي غير تدريجيا يعني كيجيو بحال مثلا اليوم واحد فهمتي كيجيو الناس اليوم واحد فهمتي واحد فهمتي النسبه وعاود غدا كيجي بشويه فهمتي ما كيكونش فهمتي ما كاينش واحد الازدحام بزاف بالنسبه للبيع راه غادي هو تدريجيا يعني فهمتي فهمتي غادي بشويه يعني ما كاينش داك فهمتي داك الرواج اللي كان فهمتي كان قبال وكان داك فهمتي داك الاكتظاظ ديال الناس داكشي لا ما كاينش قليل فهمتي بالنسبه فهمتي بالنسبه للعام قليل بزاف.